سيداتي وسادتي، مساء الخير. يسعدنا في هذه الحلقة أن نقدم باقة ورد لنجم السينما الكبير الفنان أحمد مظهر. ولد فناننا الكبير أحمد مظهر في أكتوبر عام 17 بالقاهرة، له ابن وثلاث بنات. حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 38. تدرج في المناصب العسكرية بسلاح الفرسان حتى منصب قائد وحدات الفرسان الخاصة عام 56، حيث تفرغ للعمل في الحقل السينمائي. وهو إحالتك للمعاش من أجل التفرغ للسينما، قطعا كان في صراع نفسي شديد، كان في خوف وتردد، احكي لنا عن الفترة دي. هو يمكن ما كانش فيه خوف كبير قوي ولا تردد، بالعكس هو كان القرار سريع عشان ألحق، لأن أنا كنت صورت في رد قلبي وأنا ما جاليش الإذن، لأن أنا كنت هشتغل رد قلبي بإذن، زي ما اشتغلت ظهور الإسلام قبليه بضع سنوات بإذن طب ما خدتش إذن وشغلت رد قلبي ليه؟ فبعتنا نطلب هذا الإذن، خد وقت في الفحص، كان موعد بدء الفيلم ودوري ابتدى، فما كانش فيه اي احتمالات ان ما يجيليش الاذن. اذا كان جالي ايام حيدر باشا مش هيجيلي ايام عبد الحكيم عامر. المهم ده خفف عليك اتخاذ القرار، لانه كان هيبقى صعب على المشكله القرار. ما هو القرار كان اني استقيل عشان اكمل الفيلم، يعني القرار كان لصالح الفيلم. فانا لما اشتغلت الكام يوم دول بأمل إن الموافقة على الإذن هتيجي، جت صدمة وإن ما وافقوش. كنت أنا صورت، كان لازم القرار يبقى سريع، لأن يا إما هم يعيدوا كل اللي صوروا بي، يا إما أنا أكمل وأستقيل. حبيت قوي السينما لدرجة إنك أنت أنا متهيألي أنا كنت حاببها الظاهر قبل كده، والظاهر إن كل الناس بتحب السينما، يعني لما بعد كده اشتغلت وبقيت أشوف الناس واللي طالبين واللي عاوزين يعملوا زيي أو يسلكوا نفس السلوك، لقيت إن الحكاية دي الظاهر متغلغلة في كل النفوس. وبعدين فعلا بقيت تفكرني إن اليوم إن الطفل من أول يوم في ولادته يبتدي يمثل ويعيط عشان تجاب طلباته، وبعدين يدعي المرض علشان ما يروحش المدرسة وإلى آخره، يعني هو ممثل من البداية. ممثل من البداية. حضرتك ممكن أم تكون قائد سياسي أو قائد حربي، مش بتجيلك الأفكار دي إنك أنت في لحظة ما بتحس بندم إنك سبت الحربية، ولا ما جاتلكش الأفكار دي؟ لا، هو يعني أنا كنت مؤهل نفسي، ومتهيألي كل العسكريين بيأهلوا نفسهم على اللحظة دي لأنها آتية. ما حسيتش إنك ممكن تشغل منصب قائد حربي أو قائد سياسي لو استمريت في سلاح الفرسان؟ لا الحقيقة ما جاتلكش. ما وصلتش للدرجة دي يعني. بس حضرتك كنت من الضباط الأحرار وكنت زميل للقائد العظيم جمال عبد الناصر، مش كده؟ صح. ذكرياتك إيه عن الفترة دي؟ هو في الواقع الفترة اللي أنا كنت فيها في الأحرار كانت مع السادات رحمة الله وعزيز باشا المصري، لأن أنا أتبع حاجة كده تنظيم كانوا يسمونه تنظيم عزيز باشا المصري. قام الفنان أحمد مظهر ببطولة العديد من الأفلام، حوالي 100 فيلم، منها مجموعة تعد علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، مثل رد قلبي، الطريق المسدود، الناصر صلاح الدين وإسلاماه، الأيدي الناعمة، النظارة السوداء، دعاء الكروان، لصوص لكن ظرفاء، جميلة بحريد، القاهرة 30، إمبراطورية ميم، وغيرها كتير. ما شاء الله. ما شاء الله. ما هو الفيلم الذي يعد حدث في حياتك الفنية وأحدث تطور وانتعاش في حياتك؟ هو يمكن اللي أحدث تطور أو نقلني من طبقة إلى طبقة صلاح الدين طبعا. يعني إذا قلنا إن صح التعبير كنت ممثل درجة تانية، بعدين بقيت درجة أولى،
صلاح الدين او كنت خارج مرتبة النجوم او درجات. حقل النجوم خارج مرتبة درجات وسمحولي بالدخول لحقل النجوم يبقى كان الباسبورتو بتاعي كان صلاح الدين. انما مثلا اللي جعلني اتجاسر والعب ادوار تانية مش طبيعتي او مش اللي اعتدت اني اخدها الايدي الناعمة. فبصيت لقيت ان يعني نوع معين من التمثيل بيلائمني او بقدر اعمله. كان دورك جميل فعلا. الله يخليك حقيقي. الله يكرمك. فمثلا صلاح الدين عملت بقى على نمطه وإسلماء الشيماء اخت الرسول. نفعني في التلفزيون مسلسلات لا حصر لها بقى. الفروسية وإجادتك للفروسية هل دي حددت أو وجهت طبيعة أدوارك؟ طبعا. ليه بقى؟ إزاي؟ في الشك. إزاي بقى؟ أولا هي الفروسية مش مجرد أن نركب حصان لأن ممكن أوي دوبلير. الفروسية دي أخلاق مثلا. جزء منها أخلاق. بس حتى الإحساس، بمعنى أن لو تجيبي حصان هيكلي اللي بيمرنوا بيه هناك بره بمرحله في تدريب الاطفال والناس المستجدين وبتاع بيركبوا حصان هيكلي ما فيهوش حياه، وتاخدي صوره فوتوغرافيه لاحساس او التعبير بتاع الراكب عليه تختلف كتير جدا عما هو راكب حصان حقيقي. مجرد انه راكب حصان حقيقي. ايه الفرق بين المشاعر بين الاثنين؟ هنا الصدق. هنا الصدق. هنا الصدق. بكل ما فيه. يعني صح هو ركب حصان وامام عدو اقوى منه يبقى شاعر بحذر او بتحفز او باستعداد، ويصح العكس يبقى شاعر بحماس بجنون. وخصوصا ان كمان الحصان بيضربوا له نوع من البوري في الهجوم ومصحوب بنداء من العساكر اللي هي قولة يوها دي يقولوها. سيل كنت عايز تبقى ايه؟ لا كنت عايز ابقى زي ما انا ضابط سواري. طبعا دي كانت اجمل حاجة عندي في العالم ان واحد يبقى ضابط سواري، وخصوصا سواري بمعناها انه خيال يعني. لان انا اعشق الحيوان عموما والحصان بصفة خاصة، فاني اشتغل معاه ويبقى هو جزء عملي كانت حاجه جميله جدا. استاذ احمد منظر بدون حرج بقى احكي لي انت شايف السينما المصريه دلوقتي شكلها ايه؟ انا اؤمن بالتصحيح الجذري. ويمكن برضو الحصان علمني حاجات. بمعنى ايه؟ مثلا نفرض حضرتك عندك حصان وابتدى يكتسب عادات سيئه فايسز، فهو في كل عاده سيئه له حاجات تضيعها منه، لكن ساعات تستفحل فتلاقي ان القاعده يقول لك اسحب الحصان ده خالص وارميه بره الاسطبلات، ارميه سنه كده في الاسطبل وعيد تدريبه من اول وجديد. من اول جديد. عاده السنه دي المفروض بيكون نسي كل عاداته السيئه وتبتدي من جديد، او تاخدي بقى من جديد. فأنا بعتقد إن إحنا بنلقن بعضنا البعض عاداتنا السيئة. طيب يعني عايز حضرتك نتوقف عن الإنتاج السينمائي لفترة وبعدين نبتدي بجديد كله؟ ليه؟ أنت حر، خلي دول ماشيين. ماشي. وابتدي إيه بزوري أنت البذرة الجديدة بتاعتك سواء بمعهد. أنا رأيي إعادة إنشاء المؤسسة وعلى وسع بقى. وليستمر الموجود والمستمر الموجود بطريقه والاحسن هيكتسح والاحسن مش كده. خلال مشوارك الفني كان ليك تجارب في الانتاج والاخراج؟ بتضحك ليه؟ اصلها ما نجحتش يعني ماديا على الاقل. لكن نجحت جماهيريا وفنيا. وبعدين التجربه يعني انا تجربة كنت جميل. محتاج للتجربه. زي ايه حضرتك اخرجت ايه؟ انا انتجت اولا الضوء الخافت مع شركه مترو، ودي اخرجها فطين عبد الوهاب الله يرحمه. وبعدين انتجت نفوس حائره مع المؤسسه واخرجتها، وانتجت حبيبه غيري مع المؤسسه واخرجتها، وانتجت
رحت حاجة اسمها ليلة في القاهرة، ودي اللي أظهرت فيها يسرى. كانت متصورة على 16 ملي، وكانت تجربة، وكان زميلي واحد مصطفى الدمرداش راجل أعمال كان شريكي فيه بهذا العمل. وبعدين الإخراج، وبعدين أخرجتها. أخرجت إيه بقى؟ هو ده، هو ده العمل ده برضو، ليلة في القاهرة. فيبقوا ثلاثة. طب إيه رأيك في تجربة الإخراج والإنتاج؟ يعني احكي لي عن نتاج تجربتك دي. أولا ما تندمش على إنك عملت أي تجارب؟ لا مش نادم. لكن قول لي النتاج بتاعها إيه؟ طلعت منها بإيه؟ طلعت منها إن كل الاتنين يعني محيط واحد، ميديم واحد، مش إن ده إخراج وده لا، واحد. بدليل إن المخرج بيسمح لنفسه إنه يمثل قصاد الممثل ويقول له تتمثل كده وتقولها كده، وهو فيديو مالوش حق أبدا. ليه؟ لأنه ما تعلمش تمثيل، وما انتقيش كتمثيل، وما جرباش فيه قوة الحضور وقوة البتاع اللي بتبقى مخلوقة في الشخص عشان يمثل، ومع ذلك بيضطر يمثل. إذن هو الميدان واحد. طب كمان المخرج الممثل من حقه إن التعليمات اللي جياله عشان بتاعة الإخراج إن يناقش فيها رأخر، تمام، أو يحط نظر وجهته. فلما يفضل يحط وجهة نظره هتخلق فيه برضو الإخراج. تمام. أستاذ أحمد مظهر ابن وثلاث بنات، ده الفيلم الحقيقي بقى. أسرتك تكلم معنا؟ ابني معيد كلية هندسة شهاب، وافتكر حتى سابها. هو بيشتغل، هو معماري. اشتغل في العمارة يعني، ولا سابها وشغل في الفن ولا ايه؟ لا في العمارة، في الهندسة يعني. وعايش في الريف، وعنده احمد ما شاء الله، احمد شهاب مظهر. ونيفين البنت اللي تليه متجوزة اشرف صلاح أبو سيف، مهندس معماري برضه زميل شهاب، ولعل اسمه يبين. مخرج الكبير سلام أبو سيف. ومخلفين هشام ونزلي ما شاء الله، 12 و9 حاجة زي كده، أو أقل من 9. ويجوا التوأمتين إيمان ورهام. إيمان مطلقة وما عندهاش ولاد، ورهام متزوجة خالد سيف النصر، ومخلفة سيف الله، وده أنا اللي سميته باسم حصان ليا، وقبلوا التسمية سيف الله سيف النصر وسليم سيف النصر. أستاذ أحمد مظهر، الوجه الآخر لك كفنان هو الفروسية، هل هناك وجه ثالث؟ قراءة الشعر، ويمكن دي اللي خلتني أحب التمثيل. قراءة الشعر فقط ولا نظم الشعر أيضا؟ لا ما أجروش على النظم. طب أحب الأبيات الشعرية اللي علقت في ذهنك ما بتنساهاش أبدا، موجودة في ذهنك على طول، إيه؟ لا نجم لا مصباح يلمع في السهل، قد نامت الأدواح مطمورة الظل، مكمورة الأشباح في مهدها الثلجي، هذا شعاع لاح يخفق في وهجي. طب وإيه الغنوة اللي بتدندن بيها برضو كده وانت قاعد لوحدك يعني؟ جفنوه علم الغزل. جفنوه علم الغزل، بتقول إيه جفنوه علم الغزل دي؟ جفنوه علم الغزل ومن لا. العلم لا بتقول إزاي بالريتم بتاعها؟ جفنوه علم الغزل. سيداتي وسادتي، حصل الفنان أحمد مظهر على جائزة المركز الأول في التمثيل عن أفلامه الزوجة العذراء، دعاء الكروان، الليلة الأخيرة، والجائزة الثالثة في جميلة بحريد. ثم منح العديد من الأوسمة والنياشين، آخرها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. ما شاء الله. كنا سيداتي وسادتي في رحلة مع المشوار الفني لفارس السينما المصرية والعربية
النجم الكبير أحمد مظهر، دعينا الله عز وجل أن يمن عليه أولا بالصحة والعافية، ثانيا بالمزيد والمزيد من النجاحات على الشاشتين الصغيرة والكبيرة إن شاء الله.